أحبت التمثيل منذ طفولتها وتعلقت به أكثر بفضل خالتها الفنانة الشهيرة والتي ساعدتها على دخول هذا المجال رغم تحفظها في بدء الأمر، ولكن بفضل موهبتها تمكنت الفنانة الشابة من الاعتماد على نفسها وضمنت حق الاستمرارية في الأعمال الفنية، فشاركت بالكثير من المسلسلات وأثبتت موهبتها للمخرجين. ولدت الفنانة أميرة هاني في 5 يوليو عام 1989، وليس كما يشاع أنها مواليد 1985، حيث صرحت بذلك في آخر حوار صحفي لها. تعلقت بالتمثيل منذ طفولتها وأحبته من خلال خالتها الفنانة نبيلة عبيد والتي كانت سبباً في دخولها مجال الفن. وقد تجنبت أميرة لفترات إعلان صلة القرابة بينهما حتى لا يظن أحد أنها تستغل نجومية خالتها الفنانة نبيلة عبيد. تخرجت في كلية الإعلام جامعة MTI. الظهور الأول لها كان في مسلسل العمة نور مع الفنانة نبيلة عبيد في عام 2003، حيث كانت مع خالتها فرآها السيناريست محمود أبو زيد ومنحها دور قمر في المسلسل رغم رفض الفنانة نبيلة عبيد بسبب صغر سنها، إذ كانت لا تزال طالبة في المرحلة الثانوية. ثم قدمت في عام 2004 أمام النجم الراحل محمود عبد العزيز مسلسل محمود المصري، حيث قدمت دور أمينة محمد. توقفت لفترة عن تقديم أعمال فنية بسبب انشغالها بالدراسة، وعلى الرغم من توقفها إلا أنها أثبتت عن جدارة أنها تمتلك الموهبة التي تستحق من خلالها أن تتواجد على الساحة الفنية ووسط العديد من النجوم والفنانين. وبعد ذلك استأنفت نشاطها الفني وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية. تفوقت أميرة هاني في دراما تلفزيونية عن السينما، إذ شاركت في عدد كبير من المسلسلات مثل أحلامك أوامر، ابن الأرندلي، وقدمت دور سارة، كما قدمت دور هند شقيقة الفنانة حنان ترك في مسلسل هانم بنت باشا، بشرى سارة، القطة العمية، مش ألف ليلة وليلة، سي عمر وليلى فندي، نونة المأزونة، أشجار النار، الأخت تيريز، ودور سميحة مراد في مسلسل أنا قلبي دليلي. تألقت في جميع أجزاء مسلسل سلسال الدم مع الفنانة عبلة كامل والتي تجمعها بها علاقة وطيدة، وقدمت دور رشيدة. شاركت بالتمثيل في عدد قليل جدا من الأفلام السينمائية، حيث قدمت فيلم ساعة ونص مفيش غير كده في دور ليلى صديقة عمرو الانتهازية، وشاركت في تجربة فيلم التشويق كامب وقدمت فيه دور شيرين. رفضت أميرة هاني ارتداء المايو في فيلم عرض عليها، مبررة ذلك بقولها مش عايزة أولادي يشوفوا لي صورة بالمايو لما أكبر، كما رفضت تأدية مشاهد الحب في فيلم آخر. كما أنها تمارس رياضات التايكوندو والسباحة والرماية بانتظام. في عام 2017 أعلنت خطبتها من خارج الوسط الفني، ثم أبعدت حياتها الشخصية عن الأضواء والشهرة. وفي نفس السياق انتشرت إشاعات تفيد زواجها من الفنان أحمد عزمي، لتخرج معلنة أنها لم تلتقي بالفنان أحمد عزمي منذ أكثر من 10 سنوات وأنه صديق عزيز فقط، واستغربت من انتشار مثل هذه الإشاعات. والآن عزيزي المشاهد، هل ترى أن الفنانة أميرة هاني اعتمدت على شهرة خالتها الفنانة نبيلة عبيد، أم تمكنت من إبراز موهبتها بعيدة عن خالتها؟ كان معكم رشا رجب.